أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي العراقي نشأة الآلوسي. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. تضرعت للأيام أرجو صرافها، وقد تعبت نخلي وملت جفافها. تأملت في الآفاق أنقاض غيمة بلا خجل نامت وعافت رعافها، ودالية لم يكمل العد حملها، فأجهض نقص الوقت عنها قطافها. يسائلها الناعور عما تحملت، وكيف اعترى بغي الفصول عفافها. تبدت تدير العين في التيه حولها، كراعية تشكو لذئب خرافها. تناور ناب الموت ترجو سلامة، وتعلم أن الوحش يردي ضعافها. تناهبها الركبان كل لناقة، وكشفت الأرياح عنها لحافها، ودكت رجوم القهر أركان صبرها. ومرت سني لم يجدن انتصافها، فسبع وسبع واثنتان، ولا أرى على عتبات الوقت إلا عجافها. غريب عليها الخوف، وهي التي سمت قرونا ولم يشهد بنوها ارتجافها. أيا بنتها هلي دموعك أنهرا، فبغداد شقت يوم برد عطافها. تعاورها الأندال من كل حانة، يديرون في كأس المنايا سلافها. وشيعها التاريخ في أوج مجدها عروسا، قراع الموت أبلى زفافها. يغلق عصف الشح أبواب جودها، وينضب ناب الحرب عنها صدافها. تقاطر ولد النار، هذا معمم وذلك قسيس، ليدموا شغافها. ومن يدعون السلم أجروا نصالهم بخافقها الملتاع، سنوا حوافها. كثيرون مثل الدود في كل هيئة، يقيمون حفل النار والكل طافها. مرابون تجار وجار وصحبة، شياطين شر يعلنون اختطافها. خطيئتها أن المنايا هوت بها، وشاءت أيادي الظالمين اقترافها. وما غير سيف يقطع العتم برقه، ويردي مريدا في الليالي أخافها. سأفتح في التاريخ بابا لعزها، وأقسم للأيام ألا أعافها. سأنكأ جرح القلب بالشوق كلما تباطأ في نزف عليها وسافها، وأجعل روحي سور نور يحوطها، وأجعل قلبي درعها وخصافها. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي.
طابت أوقاتكم بكل خير. أنا صفاء الحطاب، باحثة وكاتبة روائية مستهدفة فئة الشباب والفتيان. أقدم لكم روايتي نيفرتاري الرقيق. هذه الرواية تدور أحداثها في مدينة البتراء في الأردن. تتحدث عن قصة أميرة نبطية تأتي من مدائن صالح للاستشفاء في مدينة البتراء المعروفة باعتدال مناخها وهواءها العليل والطاقة المنبعثة من صخورها، وتتفاعل الأحداث ويتحدث هناك قصة رومانسية بين الأميرة وحاكم المدينة، وتحدث تفاعلات ويعني خوفاً من حدوث حرب بين أهل الأميرة وأهل المنطقة، ثم تنتهي القصة بتفاعل وتمازج حضاري إنساني واشتراك في بناء بعض الآثار الموجودة في المدينة والتي نذهب لزيارتها. طبعاً القصة في العالم الموازي هي في عالم الخيال ويعني تتبع كل الشروط الفنية للرواية، ولكنها تستدعي التاريخ والإرث الحضاري الإنساني لمدينة البتراء وتقدمه من خلال السرد الروائي. فكل يعني المدرج مثلاً الموجود في المدينة، الخزنة التي هي عبارة عن تقويم، قصر البنت والأساطير التي تدور حول بنائه، حاولت هذه الرواية أن تقدم هذه المعالم بطريقة جديدة، أن تستنطقها، أن تتحدث إليها، أن نراها بعين جديدة من خلال رحلة الأميرة التي جاءت إلى هذه المدينة وهي تنبض بالحياة. المدينة كانت في أوج ازدهارها وفي أوج عطائها، ويعني يستطيع القارئ أن يتماهى مع هذا الجو الذي يعني عاشته الأميرة من خلال قراءة هذه الرواية، التي أرجو أن تكون ممتعة لمن يهتم ويعني يحب أن يعيش هذا الجو في تلك المدينة الرائعة. أحب أن أقرأ فقرة منها. النجوم تظهر وتختفي، تولد وتموت مثلنا تماما، حتى في لمعانها ودورة حياتها تشبه حياتنا تماما. فمن يترك أثرا أقوى في الحياة يكون كالنجمة اللامعة بشدة التي نرى أثرها مشعا لمدة طويلة حتى بعد انطفائها وموتها. شكراً لكم وأتمنى لكم قراءة ممتعة. الخط العربي فن جميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم. السلام عليكم، أنا الخطاط مجد عبد الوهاب، نرحب بكم في هذه الفقرة اللي راح نتناول فيها حرف الواو بخط الثلث الجلي. بسم الله. طبعا حرف الواو معروف بالنسبة للخطاطين جميعا، مقاساته له عبارة عن نقطتين طبعا هذا الحرف بالذات يستهوي جميع الخطاطين، بالتالي احنا حبينا نكتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. صعودا الى الاعلى قليلا الى ان نصل الى المنتصف. نسير بالاتجاه المعاكس. ومن ثم الآن يعني في هناك قليل من الخطوط اللي هو يجب على الخطاط الاعتناء فيها. برضو هاي نقطتين أيضا. هذا الثقل تبع الواو هون
وثم نصعد. طبعا هاي مقاسها 4 نقاط. وهاي المنطقة نقطتين. بعد ذلك نقوم بترتيش بعض الأمور اللي بيكون فيها الحبر قليل. أنا شخصيا يعجبني الحرف الحاء اللوزي اللي هو عبارة عن نقطة ونصف من الداخل. هذا من الحروف يعني يستهويني كثيرا. يفضل يعني على الخطاط انه يعني يأخذ الخطوط الأساسية للحرف اللي حيكتبه، ما في ضير في ذلك، بحيث انه يعني يكون عارف وين اتجاهاته. يعني مثلا هون حرف الجيم، هاي من مقاسه معروف 5 نقاط، هاي نقطة. بحب ألفت النظر انه النقطة برضو مهمة على الخطاط، لازم يكون يعرف وين النقطة، كيف بده يكتبها، اتجاهها بالنسبة للسطر. هاي 2، هاي 2، هاي 3، هاي 4، هاي 5. إذا أنا هيك بكون حددت المساحة الخاصة لحرف الجيم أو الحيز. وببلش أنا أعمل له تخطيط مبدئي يعني. بسم الله. أصعد قليلا هيك. ومن ثم أنزل بكامل قطة القصبة. وهيك بنكون أنهينا حرف الجيم. وشكرا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي العراقي نشأة الآلوسي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ نشأة. أهلا بك. أهلا وسهلا. نحن الآن نحن ضيوف عليك. الله يخليك. شكرا جزيلا. في مشغلك، في مرسمك، في وسعداء جدا في هذا هذا الفضاء الجميل. حياك الله استاذ نشأت. شكرا جزيلا. الله يحييك. حياك الله. فرصه طيبه استاذ نشأت، ونحن في هذا المرسم وطبعا مليء بلوحات باعمال نحت. حقيقه نتحدث عن الحضارات القديمه، نجد اغلب الحضارات القديمه ساهم النحت في توثيق تاريخها. يعني هل يعني ذلك ان أول مذهب من مذاهب الفن التشكيلي ممكن أن نقول هو النحت؟ بصراحة النحت يعني هو تسجيل. نعم. يعني لو ما كان النحت بذاك الزمن، نعم، ما كان أصلا ما كانت حضارات، لأن الحضارات كلها نقلت عن طريق النحت. نعم. الحضارة البابلية والسومرية كلها سجلها النحت، ويمكن الرسم البسيط اللي كان بداخل الكهوف أو وحتى يعني الحضارة المصرية اللي هي الفراعنة، لو ما كان النحت ما كانت اكوش تسجيلها. يمكن تسجلت عن طريق النحت، يمكن عن طريق الاختام الاسطوانيه، يمكن عن طريق الجداريات، فهو كان تسجيل للحضارات كلها. بس مع الاسف هسه تغيرت الامور. نعم. يعني كان يفترض مثلا هسه قبل الان اللي عرفه قبل 30 سنه او 50 سنه من كنا نمشي ببغداد، وبغداد كانت معروفه بالنصب مالها والتماثيل الاعمال الفنيه،
بس هي بقت نفسها من 50 سنة نفسها ما تغيرت. إذا ممكن ينشال من عندها قسم من الأعمال، أي دولة من تروح أول ما تفكر به وتفكر بالنصب مالها، لأن النصب هي أولا الجانب الفني، ثانيا هي رموز للدولة، هي رموز للمدينة، تنطي انطباع كلش حلو عن المدينة. هسا إحنا مع الأسف بالعراق ما مهتمين بهذا الجانب بشكل صحيح. نعم جميل. إذا أنت تتفق معي أنه يعني أول مذهب من مذاهب الفن التشكيلي في التاريخ الإبداع الإنساني يمكن أن نقول النحت، من خلال اللقى التي تم اكتشافها الإنسان بدأ يعني في حضارة بابل وسومر وحضارة وادي النيل. حتى قبل هاي الحضارات كانوا الكهوف مثلا، من ضمنها كهوف لاسكا والكهوف القديمة، كان الإنسان بدون وعي كان يرسم على الكهوف. فلو شوف بالكهوف أكو رسومات للغزلان مثلاً، كهوف للخيول أو كهوف للثيران أو أي شيء، لأن كان الرسام يرسم بلا وعي. نعم. يعني هو بالسليقة، يعني أول ما يبدي يشوف جدار يبدي يرسم عليه يفكر بيه، مثل ما الأطفال حالياً، مثل ما إحنا كنا أطفال نرسم. يمكن أنا كنت طفل كلش صغير يعني بالسنين يعني. نعم. كنت من نروح للشاط أو أي مكان بساحل حلو بلا وعي، يمكن أجيب عهودة صغيرة مال من أي شجرة وأبدي أرسم على الرمل بدون وعي. نعم. فهو هذا هو هذا الانطباع الأول للرسم بالحقيقة. نعم جميل. حضرتك تحدثت عن الكهوف، وهناك رسوم على الكهوف، كان الإنسان في تلك العصر يرسم هذه الأشياء التي تدور في فضائه، في خياله، في تفاصيل حياته اليومية. هل شددتك الرغبة أن تذهب وتبحث عن هذه الكهوف أو ما يوصلك إلى هذه الرسومات؟ هي بصراحة بهذا الوقت ما نحتاج أن نبحث أو نروح. نعم. يعني هي كلها بدها توصلنا، يعني توصلك عن طريق الكتب، توصلك عن طريق هذا معروف، لكن قصدي أنت عندما تذهب إلى الموقع، إلى أرض الحدث، هناك حميمية، هناك جمال أكثر طبعاً، هناك أول إحساس. كهف وبآلوس ترى أكو كهوف بحديثة وبآلوس. إحنا أول ما نطب كهف، يعني تحدث عن قرية آلوس، قرية آلوس الجدران التي هي عالي الفرات، حضرتك تنسل منها اللي إحنا ولدت بيها. أول ما تدخل أي كهف حتى لو آلوس بأي دولة، لما تدخل الكهف رأساً شدك الجدار، تشوف شنو اللي على الجدار مرسوم، شنو على الجدار مخطط، شنو هاي الأشياء. أكيد لأن هي تسحبك لهذا الشيء. ما أعتقد الكل يشد لهذا، لكن اللي بداخله موهبة يعني مثل حضرتك ربما يأخذ هذا الخيال. الأشياء القوية والحقيقية، شوف مثلاً حتى بيكاسو مرة سألوه قال أني أتمنى أن أصل المستوى الطفل بالرسم. الطفول الأطفال هسه من تعطي أي طفل ورقة وقلم، وهاي ما راح عنده خلفية للرسم وخلفية رأسا يبدي يرسم بلا وعي. يمكن يرسم علم، يمكن يرسم نخلة، يمكن يرسم شجرة. نعم. هذا التعبير الحقيقي هو هذا، يعني يخرج عن النمطية والتقليد يعني صور البيكاسو الفنان العظيم يقول أتمنى أن أصل المستوى الطفل بالعفوية. الرسام راح يقعد يعرف شي يريد، يعرف راح يجي يمكن يرسم منظر طبيعي أو يرسم موديل أو يرسم صورة أو يرسم، وهاي طبعا هي حرفية، يعني نقل حرفي بدون فن. أما الإبداع الحقيقي واللي هو يعني الإبداع اللي يطلع من داخل الفنان، يعني ما تقدر تفكر شون اللي راح ترسم، يمكن تحط اللوحة قدامك وهي تحيلك بأشياء وهي تنقلك إلى أشياء، أو يمكن أنت بالبيت أنا قاعد عندي أوراق وأسوي سكيتشات أشخبط بدون وعي، أطلع تطلع عندي أفكار حلوة، تطلع عندي يعني شغلات أحبها كثير. والغريبة جدا لما أعجب بها وأريد أحولها على لوحة أصور تفقد جماليتها. نعم. ليش؟ لأن بهاي اللحظة هي أنا كل ما عندي من بداخلي طلع على الورقة بصدق، هذا الصدق بهاي اللحظة لما رح أنقله على لوحة رح يفقد هاي الإحساس، يفقد هاي الصدق بالتخطيط. نعم. وصور عن نوبات أنا أستغرب على نفسي، أنا راسم تخطيط ولما أريد أنقل على لوحة أتعب حتى أقدر أنقل نفس الإحساس. فهي جميلة أن الإنسان أن يتطلع الإحساس بلا تخطيط وبلا جميل تفكير. يعني بهذه العفوية العراق ساد نشأت
احتضن جيلا من العباقرة في النحت والتصميم، لا سيما جواد سليم، اسماعيل فتاح الطرق، خالد الرحال، محمد غني حكمة، ربما يعني رحمة الله عليهم، ربما كان محمد غني حكمة هو آخر هذه الجيل من العباقرة. وامتلأت بغداد بالنصب الجميلة والتعبيرية يعني، وأغلب هذه هي من أعمالهم يعني، معروف نصب الحرية لجواد سليم، نصب الشهيد لإسماعيل فتاح الطرق، ونصب الجند المجهول لخالد الرحال، وطبعا محمد غني حكمة معروف نصب الكهرمان وشهريار وشهرزاد أيضا في شارع ابن نواس، وكثير من الأعمال التي تزينت بها بغداد. يعني هل انتهت أو انتهى العراق أنه غير قادر على أنه هذا السؤال طبعا يخرج كنت أتمنى أن مثل هؤلاء العباقرة الآن؟ أتمنى أن تسألني وفرحت بيه هذا السؤال بصراحة. هم أكيد ذول رموز وإحنا نعتز بهم جدا ونفتخر بهم على رؤوسنا أكيد. نعم. بس أنا اللي أستغرب له، هل انتهى العراق؟ هل انتهى الفن العراقي بهاي كم فنان؟ دول فنانين عباقرة وأكيد وضعوا بصمات، بس ما انتهى يعني العراق ولاد الفنانين ولا زال الساحة مليانة فنانين. بس الغريبة جدا هل الفنانين اللي موجودين هسه على الساحة ما يأخذون فرصتهم الحقيقية؟ بذاك الوقت كان بكل بساطة، البساطة كلش حلوة يعني، ممكن واحد مسؤول نفترض عن أمانة بغداد أو أي واحد بكل بساطة تعال فنان اعمل لنا نصب بهاي الساحة، وراح يجي الفنان ويعمل نصب بهاي الساحة وبكل بساطة. هسه ما صار بهالشكل، هسه الفنانين جيدين موجودين بس ما يقدرون ياخذون فرص. المشكلة ولو أي؟ لو أي المشكلة، من وراء المشكلة هسه اكو مشكلة كلش كبيرة. لو رادوا يسوون نصب بهاي الساحة المن ينطون الفنان والفنان هذا يتبع المن وهذا المن يعني تدخل بمعمعة كلش كبيرة وما راح يقدر، ما راح نوصل الحقيقة. هي بالحقيقة المفروض اكو نصب بهاي الساحة، نعم، يقدموا مثلا نقابة الفنانين او جمعية الفنانين يطرحوا على كل الفنانين بمسابقة، نعم، ويبدون الفنانين كلهم يشتغلون ويجيبون اعمال، واكو لجنة نزيهة ومرتبة من فنانين معروفين وكبار راح يقدرون يختارون الفنان هذا العمل الحقيقي ينحط. هذا المنهج كان معمول فيه قبل ال لا ما كان قبل الاحتلال بالطريقة. نعم كان لا كله تكليف شخصي. تكليف شخصي نعم. وتكليف شخصي لان هم موجودين يعني ماكو غيرهم، كان فلان فنان فلان نعم. فنان فلان انت فلان فنان تعمل لنا تمثال بها في الساحة، نعم، ولا فلان فنان يعمل تمثال فلان ساحة وهكذا. معلوماتي حضرتك بدأت رساما ثم انتقلت إلى النحت، أو يعني في أوقات ربما ما بعد مراحل بصراحة أنا كنت إتقان الرسم. أنا اشتغلت 37 معرض صار رسم. عندك ميول للنحت؟ لا أنا من الأصل أنا نحات، نعم، الداخلي أنا نحات. أنا صحيح اشتغلت رسم لأن الرسم أسهل، نعم، يعني مين راد لمرسم ومين راد لمكان، بأي مكان تقدر ترسم، نعم، وأبسط المواد تقدر تلون، وبقيت أني أرسم ولون وأشتغل إلى 37 معرض. وللعلم أني ماكو معرض يشبه معرض، لأن أي معرض تسوي لازم أكون مبرر لإقامة المعرض، نعم، يعني ما يصير أني أشتغل معرض بهذا الأسلوب وبعدين وراء مثل ما هسه أكو مطروقة هيك أشياء أرسم مرة فترة معرض بنفس الأسلوب بنفس الإمكانية. يعني المتلقي لما يجي يشوف هاي الأشياء يعني نفس الأسلوب ونفس التكنيك، شنو المبرر أني نشأت تسوي معرض بهذا وبعدين المعرض الوراء؟ أنا سويت 37 معرض، ماكو معرض يشبه معرض، يمكن معرض واقعي، يمكن معرض انطباعي، يمكن معرض حديث، يمكن معرض أبستراك، المهم بس أنا مو أريد أنوع، لا، إذا طلعت بداخلي فكرة وتنضجت بداخلي أحيانا عندك فكرة تنتهي بلوحة وأحيانا فكرة تنتهي بمعرض، فلما من يكون عندي فكرة تنتهي بمعرض، نعم، وأنضجها وأشتغل عليها وأتعب عليها وتطلع لوحات، يعني أحترم الناس اللي راح تجي للمعرض وتشوفها، ولازم أني أحترم عملي، لأن أنا بصراحة أي معرض 37 معرض، نعم، أنا كل معرض عندي من عرضة عندي رعب، ورعب من رعب من عندي من نفسي، يعني لأن تدري شو لما أعرض المعرض، نعم، وأدخل للمعرض وأشوف المعرض أقول هذا المعرض ناجح، ما يهمني راح يجيون يدخلون، يعني أنت تقيم أعمالك أنه ناجحة أو صراحة، لأن أنا أو غير ذلك وبعدين يعني قبل أن
قبل أن تقيم المعرض في المشغل؟ هي في المشغل أم لما تقيم المعرض وتقيمها؟ أول ما أعرض المعرض وأشوف المعرض كله أقول هذا المعرض ناجح وأفرح به جدا جدا، ولو دخلوا الناس ويقولون حلو. يعني كيف تقدر أنه هذا المعرض ناجح أم غير ذلك؟ قناعتي ووصل هذا المعرض للي أنا أريده، للأسلوب اللي أريده، الإحساس اللي أنا أريده، مقتنع به جدا، فخلاص هذا المعرض أفرح به جدا وأكون كل السعيد به، ويجون الناس وأكيد يعجبون، لأن هي ماكو معرض يعجب كل الحضور. أذواق تختلف. أذواق تختلف. بس المهم أني أكون سعيد، أني قدمت معرض اللي أني أريده بالضبط. وأحيانا أعرض معرض وأني قبل ما أعرضه أني أرسم لوحة ورا روحة، ويمكن تتكدس يمكن، بس بالمعرض أشوفها يمكن هذا المعرض ما اقتنع به، ويعجبون به الناس ويكتبون عنه ويتصور وهذا، بس أنا أبقى أكفت شي حزب داخلي هذا المعرض مكان المفروض. أي المعارض التي قمتها شعرت أنها لا ترتقي إلى مستوى الطموح عندك؟ ما راح أقول. لا ممكن. لا هي أولا ما أتذكر معرض معين، ما أتذكر معرض معين، بس أنا الأغلب المعارض مالتي الأخيرة كلها كانت بمستوى ما أنا أريد. وأكثر ما يفرحني أكثر معارض النحت اللي عرضتها بالقاهرة بقاعة بيكاسو. نعم. بصراحة لأن أنا بديت النحت. كيف كانت طبيعة الأعمال في ذلك المعرض؟ لا هي تعبيرية أكثرها. نعم. أكثرها تعبيرية، ما عرضت معرض يعني الواقعية غير شكل. نعم. بالنحت لا، النحت فن للفن. يعني هو أكو فن للمجتمع وفن للفن. أنا بدي أن أيضا أسألك بهذا المحور، موضوع هناك مفهومان يطرحان دائما في المشهد الفني، موضوع الفن للفن والفن للمجتمع، أين أنت؟ كثير من الفنانين وأنا يمكن أكثرهم أعتبر قسم عندهم أعتبرهم رسامين وليس فنانين، لأن الرسام والفنان، الرسام أنت لما تنزل يعني عندنا مجتمع، المجتمع في يوم ما كان مجتمعنا يعني أكو مجتمع مثقف جدا جدا جدا، ويكون أكثر من الفنان رقي وأكثر من الفنان يعني عنده اطلاع بالفن. إذا كان الجمهور راقي جداً ألا تشكل مشكلة؟ هذا اللي كان موجود عندنا العوائل العراقية الجيدة ما تكون جداً مشكلة للفنان؟ كانوا أرقى من الفنان حتى لأن يشوفون معارض ويشوفون متاحف ويشوفونها، يعني عندهم اطلاع كلش واسع، فتلتقي ويا أي يمكن عائلة بسيطة تقول هاي عراقية، من تحكي عن الفن تبهرك. ما يشكل عامل قلق للفنان هذا الموضوع؟ بالضبط. الفنان ايش راح يسوي؟ كان ذاك الوقت الفنان يحاول جهد امكانه يشتغل بافضل ما عنده ويحاول ان يرتقي المستوى المجتمع. نعم. حتى يقنعهم. حتى اولا يعني يقدر يتواكب ويا المجتمع. نعم. فهذا يسموه الفن للفن. هذا الفن للفن. اما الفن للمجتمع، المجتمع مو ذا المجتمع اللي يعني المجتمعات الراقية واللي موجودة بكل العالم، أكو نبات مجتمعات بسيطة جدا يمكن يصير عندها مال ويصير عندها حالتها جيدة لكن ثقافة متوسطة، ثقافة دون المتوسطة حتى. فيصير الفنان من يكون أرقى من المجتمع، فهنا المصيبة، فيقوم الفنان ينزل المستواهم حتى يقتنون عنده، حتى طيب لماذا لا يرتقي هو بالمجتمع؟ هو أيضا هذا لماذا لا يرتقي هو بالمجتمع، يرفع المجتمع؟ هي المفروض برح يعني يرفع المجتمع. أوكي. نعم. افترض أنا اشتغلت كل إمكانيتي لمجتمع غير راقي حتى أرفع المجتمع. نعم. بس ما رح أحد يقتني يعني هسه أنا عندي يعني يكون فنان في ورطة في هكذا حال. لا رح يبدي يشتغل ويجمع لوحاته ويخليها بالمخزن مالته وينترس المرسم مالته لوحاته ويقدم للجمهور ما بس هو عنده متطلبات يمكن. نعم. أنا من كان عمري قبل الزواج ومن كان عمري ما كان يهمني الفن المجتمع، كنت أرسم فن للفن، أرسم فنان أعمال إلي وأتمتع بيها وأحاول. نعم. ما يهمني إذا تنباع أو ما تنباع. نعم. لأن أنا ما محتاج، بس لما العائلة من الفنان عنده عائلة وعنده التزامات وعنده زين، إذا يظل يرسم وبعدين يكدس عنده ايش راح يصير؟ نعم. معذرة أستاذ نكمل بعد الفاصل، معذرة أستاذ نشأت بعد الفاصل نكمل، معذرة فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة، ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي العراقي نشأة الآلوسي. أعود إليك أستاذ نشأت، كنا نتحدث عن الفن للفن والفن المجتمع، وقلت
احيانا الفنان يضطر للمجتمع متدني الثقافه يخزن اعماله. شوف هو حتى الفن الواقعي لو الفنان وليس يعني هو الفن الواقعي انا اقول به جزء من هو فني والبقيه كلها تقني اكثر شيء. يعني ممكن اني ارسم طبيعه واعتبرها متعه. يعني انا ممكن اقول اني فنان وليس فنان واقعي. لا حتى الفنان ممكن اي في لحظه يرسم بورتريت، ممكن يرسم طبيعه، ممكن هاي اعتبرها نزهه بالنسبه له ومتعه وبنفس الوقت تكنيك حلو يمكن هي تعني له، بس لازم يستمر ما يستمر على الواقعيه الواقعيه الواقعيه، لان الواقعيه ما ممكن تقدر تعبر بها عن عن مواضيع، المواضيع يراد له اكثر من رمزيه واكثر من تكنيك واكثر يعني بهوايه هوايه متداخلات. فبس هوايه من الفنانين الكبار وفنان جيدين اشتغلوا على اسلوب يعني الفن للفنون فن المجتمع. فن الفن يشتغل اللي إله ويمتع نفسه وينطلق بلوحات كلش هذا، وحتى لو ما تنباع حتى لو ما ماكو مقتنين حتى لو يضمها يعني. أنت تقصد فوق مستوى فهم المجتمع العام تكون الأعمال عندما تسمي الفن للفن بالضبط، لا يعني يرسم بدون ما بدون أوردر بدون ما طلب نعم. بدون ما يفكر بأن هاي تقتنى أو لا، بدون يعني هو يرسم إله وهذا هو هذا حقيقة. بس لما بس أنا لما أوصل مرحلة معينة أقول لا أنا خل أتمتع طبيعة وهي هاي الطبيعة مطلوبة، أو ممكن أرسم فن للمجتمع مثلا نفترض بالواقعية أن تصير تسجيلية أسجل حدث مثلا نفترض أبو الربل يعني بذاك الزمن هسه يمكن راح ينقرض، لا أني أرسمه وأصوره بلوحة هذا يعتبر تسجيلي يعني تسجيل لأجل حفظ يمكن حفظ مناطق معينة يمكن هاي الشناشيل في يوم تنقرض أسجلها أسجلها بالرسم بالواقعية طبعا بالواقعية باعتبار توثيق توثيقية مدينة توثيق. وهذا التوثيق هسه أكثر العوائل واللي ناس اللي تقتن الأعمال يتجهون للتوثيق يتجهون للأعمال الفلكلورية، بس بنفس الوقت لا هسه بدأت الناس توعى أكثر وبدأوا يدورون على الموضوع على الفكرة على التكنيك على الأسلوب الحديث. طيب سادة شاهد نسمع احنا من خلال النقد الفني يقال هناك أعمال فنية هناك أعمال تجارية، ما الفرق بين الأعمال الفنية والأعمال التجارية؟ يعني ما ممكن تكون الأعمال الفنية تكون تجارية أيضا؟ هي شوف أنا متناقش وياها ويا أكثر من واحد يمكن يقولون ما هي الفنية حتى الفنية هي هم تنباع مو بهالطريقة. لما ترسم لأجل الاقتناء هذا فن، وهذا مو فن. ليش؟ لأن قلت لك يعني لما ترسم صورة وترسم لوحة مطروقة أو تنقل لوحة أو ترسم هاي الشغلات اللي هذا كله رسم يسموه هذا ليس فن، أو مثلا تأخذ صورة مال الخيول وترسمها أو هذا كله رسم، فهذا هذا مو فن، هذا يعتبر رسم. ويمكن تقول لي الرسم مو فن، لا بس هذا رسم بلا يعني هذا مجرد رسم نقل حرفي تقني، فهذا الفن اللي يطلع من داخل الفنان اللي بتصورات الفنان اللي بخيال الفنان اللي بتعبير معين، فهذا فن. يعني هواية اكو فنانين يعني ما ممكن الرسام يكون فنان. الرسام لو استغل هاي الامكانيه اللي عنده والتقنيه اللي عنده بافكار اخرى بتعبيريه وضاف لها وحط من افكاره وطلع عمل جميل هذا فن. بس هم اكثر الرسامين يصيرون محدودين يعني اكثر الرسام الحرفي. هاي الحركه خطيره. لا اكو حرفيين ايدك هذه حرفيين لا جديا اكو حرفيين واحد حرفيين، لكن ممكن الرسام انه يضيف ابداعات كما حضرتك قلت انه ممكن فنان طبعا فنان هو انه ممكن ينقل صوره مشهد صوره خيل صوره، لكن يضيف لها هذه اللمسات الجماليه. هاي ايضا هو هاي هم رسم اللي تكون بصمه لكل رسام. اي هذا ايضا هذا رسم. وهواي فنانين عندنا رسامين عندهم تكنيك حلو وضربات فرشه حلوه ويشتغلون شغل حلو كلش حلو، بس ما بي يعني ما بي عمليه خلق وتاسم تقبلها عندي عمليه ابداع عمليه اضافه يعني ضيف شيء ما مطروق
يعني حتى لو رسم تكنيك حلو وضربات فرشة حلوة وهذا، بس هاي يعني مطروقة أو مو مطروقة أو شو، ما راح تضيف شيء. اللوحة اللي بيها تعبير، اللي بيها حس، اللي بيها خلق جديد، فش جديد أو تكنيك مو مطروق، هذا عمل فني. يعني حتى أسلوب مو مطروق، أسلوب جديد بصمة لهذا الفنان، هذا عمل فني، هذا اعتبار عمل فني. بس مثلا اكو رسامين محدودين، اكو هواي رسامين عندنا بس مو هم فنانين، واكو صدق اكو فنانين مو رسامين وهم يرسموا بالها. ليش؟ لان هو عنده تقنيه جدا عاليه وعنده فكر، بس يوظفه بطريقه. وهو هذا الشخص اللي هو دا يبيع لوحات فنيه ودا يقتني ويسوي معارض، لو تقول له ارسم لي حصان ما يعرف يرسم. انا احيانا الاحظ رسامين يعني يرسم لك مشهد معين كانه صورة بكاميرا، هذا تقني. وتجد أيضا فنان تشكيلي يعني عندما يريد أن يصور مشهد معين لا يستطيع أن يأتي بالصورة مطابقة معه. يعني كيف هذا نقول عنه فنان مبدع وهذا الذي استطاع أن يلتقط هذا المشهد هذا كأنه كاميرا؟ حبيبي اللي لا واحد رسم رسم صورة، يعني هذا الإبداع وهذه البراعة بالضبط بالضبط. ماذا نصفها؟ الفوتو ما ضاف شيء، بضاف شيء نهائي. يعني كل ما لكن هذا الدقة والتكنيك العالي جدا عالية، بس هذا مو فنان. يعني نفترض أكو بداية الفن أو المدارس الفنية مثل من الكلاسيكية والانطباعية والواقعية، ونفترضها استمرت. لما كانت الكلاسيكية قبل كانوا مثلا يشذبون الحقيقة، يعني يرسم مثلا أني أرسم فلان شخص، هم كانوا يرسمون الأمراء والعظماء وال يعني هو كان يرسموهم بطريقة صحيح بالضبط طلعة، بس يشذبة. يعني مثلا كل شيء يعني يوصل إلى شلون هسه أكو واحد يصوره ويطلعه يفلتره ويطلعه له يعني يفلتر فوتوشوب، يفلتر الحقيقة ويطلع أجمل ما بي. يعني أنت ترى هسه لو سمحت إذا أكو شخص قاعد قدامي وأريد أرسمه بأجمل ما يكون أطلعه جميل، وإذا أريد أرسمه بطريقة أخرى حتى ذول أكثر شي رسامين كاريكاتير يستغلوها، أقدر أطلع الجانب البشع زوايا القبيحة. فهو هم كانوا يطلعون يجملون الواقع إلى درجة وبتقنية جدا عالية، تحسها كأنما فوتوغرافية مو فوتوغراف، بس يجمل الواقع. يعني أنا أرسم مثلا شارع وبي أسلاك وبي ما أعرف إيش وهنا وأنا أرسمه بطريقة كلاسيكية يمكن أشذبه إلى أن أوصل إلى أجمل شيء. حتى أن أرسم طريقة الطبيعة كان كونستابل مثلا من أفضل من رسم الطبيعة، كان يرسم الطبيعة من أجمل ما يكون، وبنفس الوقت هو يضيف لها إحساسه ويضيف لها مشاعر فتطلع عمل جميل جدا. جميل أستاذ نشأ، تعود إلى تحدثنا عن جيل العباقرة في النحت في العراق، يعني من جواد سليم إلى آخرهم في هذه الجيل، محمد غني حكمة رحمة الله عليهم جميعا. يعني لماذا لا يصار إلى إنشاء متحف لأعمال هؤلاء لتعريف الأجيال بما ما قدمه هؤلاء من عمل عبقري؟ أكثر ما يحز بالنفس يعني حتى مصر وأي دولة بسيطة جدا يعني من دول المتقدمة شوية، يعني أكيد فنانيهم محترمين ومقدرين وعندهم متاحف وعندهم حتى ولو متحف بسيط يعني حتى لو صالة واحدة لفلان فنان. مع الأسف احنا فنانين توفوا وتوفت أعمالهم قبلهم. يعني مثلا نفترض هسه لو سألت على أي فنان تقول مثلا جواد سليم، وين أعمال جواد سليم؟ عدا يعني هاي نصب الحرية، وين أعمال جواد سليم؟ يعني تدور عليها دورة أن تلاقي لك عمل ببيت فلان أو عمل بفلان مكان، فعلا هذا غلط. بينما فنانين أقل بكثير كثير من جواد سليم ومن محمد غني حكمة وأقل من حسن فايق حسن من هواي فنانين احنا عندنا انتهوا. يعني فعلا أنا بدي، أنت أشرت إلى موضوع مهم جدا، إن هو الآن هو آخر عمل لجواد سليم هو نصب الحرية المعروف اللي في ساحته. هو عمل كثير أعمال بس كلها انتهت. نعم أنا معك، قصدي هذا آخر عمل لأنه هو حتى توفي قبل أن ينجز العمل صحيح في عام 61. السؤال الآن، لا يعقل أنه الذي أنجز هذا العمل العظيم ما عنده متحف، ما عنده متحف أو ما عنده مثلا أعمال سابقة ترتقي بهذا هذا المستوى. أعمال تجنن، أعمال والله أنا لسه أتذكر وباقي هيك موضوع، يعني هذا السجن السياسي وعنده أعمال. أين هذه الأعمال؟
ما موجودة. نعم. يعني نبحث عنها تروح تدور وين تلاقي ماكو هيك شيء. نعم. أو مثلا أعمال فايق حسن تلاقيها ببيوت عوائل. نعم. عراقية مجموعة. أنا طب ببيوت عراقية شفت. نعم. 10-100 عمل البيت الفايق حسن وينها. نعم. أدل بيوت. والبيوت هاي مو بس ما راح يعرضوها ولا يسوون كتاب، كلهم خازنيها كأنما موتوها قبل ما يموت فايق حسن. نعم. يعني يفترض هذا تطلع. ايضا ينسحب الامر على اسماعيل فتح الترك، كل الفنانين هذا النصب الشهيد اللي هو يعني خرافه، هذا يعني اسطوره. وين اعماله الباقيه؟ ماكو اعمال. اعمال يمكن لو تلاقي ولا خالد الرحال ولا يعني. نعم. تلاقيها ببيوت. نعم. يعني انا شايفها ببيوت يعني، هاي مثلا اعمال. بس متحف وين كان قبل فتره، يعني قبل يمكن 40 سنه او 30 سنه، كان متاحف بسيطة جدا. نعم. أنا شايف غرف يعني يمكن 5x5 كان الفايق حسن، وشفنا الأعمال وانسرقت. نعم. وراء الأحداث انسرقت بعد أصلا ما لها مكان، ويمكن أكو كم عمل الحفظ الدروبي وكم عمل لها كلها انسرقت وراحت. أنت اشتغلت على الخزف أيضا؟ أنا اشتغلت خزف، أنا مخزف طبعا. نعم. أنا انفرض علي الخزف. شوف كيف انفرض عليك؟ أنا دائما أقول الفنان هو مو بالضرورة أن يكون رسام أو نحات أو خزاف. هو الفنان جملة، هو الفن كليته، هو الرسم والنحت والخزف والخط والزم، كلها هاي. نعم. هي مضمومة بالفن التشكيلي. لما يكون فنان تشكيلي ممكن ينحت وممكن يرسم، بس أنا استغرب يقولوا لي مثلا أنت مو رسام شلون صرت نحت، يا بشلون صرت نحت. لا، هو بداخلك. نعم. بس هي باللحظة المعينة تحتاج أن تكون نحات. نعم. باللحظة تكون. أنا مرة سويت سكيتش، طلب من عندي واحد مهندسين أنا أسوي سكيتش لجدارية حجمها 55 متر مربع. نعم. طبعاً هاي أنا مستحيل أفكر بيها يعني، لأن أنا حتى لو أريد أبدي بالجدار بالسيراميك أبدي بعمل بسيط جداً أو عمل يمكن نحتي أو شيء، ما مفكر أن أشتغل جدارية 55 متر مربع، مستحيلة. بس أنا أحب التحدي بصراحة. نعم. فسويت السكيتش، أخذ هو المهندس ووداع على اكثر من مكان يشتغلون سيراميك على اساس يشتغلون هي، وهاي ما حد قبل لان. نعم. السكيتش مو مالهم ومن حقهم. فرجع لي قال لي هذا السكيتش ما حد يقبل يشتغل، انت تشتغل. يابا اني والله ما مشتغل. بس بيني وبينك انا احب التحدي جدا، فقلت له انا اشتغل. رحت على واحد عندي صديق جدا حميم احبه. نعم. عنده هو يعني شو اسمه افران وعنده طين، وها هي قال لي بس أوفر لك الأفران والطين، وإذا تحب تشتغل تعال اشتغل. قلت له أوكي. بديت أشتغل بالطين، طلع مو مثل إحنا بالعراق عندنا طين واحد. نعم. هذا الطين نشتغله، طلع هنا تشتغل بهذا الطين فرنسي، وأكو طين إيطالي وطين إسباني وطين زين، والأطيان كل واحدة إلها خصوصيات. نعم. وأني ورطت نفسي بشغلة، لأن أنا لازم أسوي مربع 40x40، وهذا المربع أنا عندي 310 مربعات حتى تصير 55 متر مربع. فأسوي المربع 40x40 يتقلص يصير 38 بعد ما يجف. جف. نعم. أسوي 42 يصير نوبات ما يعني. بقيت شهر كامل أنا أحاول بالأطيان. نعم. إلى أن وصلت الطين الألماني. الطين الألماني هو إذا أفضل شيء وصلت له أن أوكي أقدر أسويه، أقدر أحافظ على يعني أشتغله مثلا 39 يصير 40 نفت ممكن. بس بهم مشكلة صغيرة أن هو يتقوس. نعم. من يجف يتقوس وهم يعني. المهم لا تقول له شهر ونص عاني صراع. إلى أن وصلت للطين بديت أشتغل طين، وتدري والفترة هنا ما يجف يعني والله شنت أزمة. نعم. أفتر نرسم والنحت كل ده لأفكر بهذا الموضوع. اشتغلت السيراميك كليتها وكملت، وقعت عندي مشكلة الفخر. نعم. الفخر هو وحدة يراد لدراسة كاملة، تحط اللون والأصفر والأزرق والأحمر. نعم. توقع يطلع برتقالي يطلع لك يمكن بنفسجي. نعم. درجات الحرارة سويت 500 تيست. نعم. حتى أقدر أوصل للألوان اللي أنا أقدر أطلعها بحيث درجات الحرارة وأسجل وهذا. نعم. المهم طلعت بالجدارية والحمد يعني لله. يعني تلون الطينة وتدخلها للفرن. ألون طينة. نعم. وبهاللون وأدخلها بدرجة حرارة 1100، والطينة نفس هاللون أدخلها بدرجة حرارة 1080 ودرجة يعني. يراد لها صبر.
وأنا أصلاً ما كل شيء عندي اسمه صبر أبد. وهذا هنا الغريب. وهي هاي أنا أسوأ ما عندي. نعم. أسوأ ما عندي أنا ما عندي صبر. وهذا ما عندي صبر. وانجزت العمل فيما بعد. انجزت العمل بالوقت اللي لازم انجزه وخرتها كليتها وبعدين لما طلعت من الفخر واني يعني تافل المر وطلعتها وبعدين كلها حطيتها في صناديق بطريقه الفها وتغلف وما اعرف ايش ونقلتها الى العراق وعرضتها والحمد لله والشكر. يعني كانت عندي معاناة الطين، معاناة الفخر، التزجيج، معاناة النقل ايضا. نعم. ومعاناة يعني حتى ما عندي خبرة شلون اثبت الجدارية. نعم. وايضا ثبت الجدارية والحمد لله. يعني لا ادري كيف الوقت مضى، يعني اشعر حقيقة بسرور وبهجة وانا حاورك حقيقة. يعني لا ادري ما سر هذا السرور والبهجة وانا اتحاور معك حقيقة. يعني انت موسوعة استاذ نشأت، فرصة طيبة اني استضيفك. شكرا لك في برنامج وهو إضافة للبرنامج. شكرا لك على هذا الحوار الجميل الممتع. والله يعني أشكرك جدا جدا وأشكر قراراتكم، يعني بصراحة الرافدين من القنوات اللي أنا جدا أحبها واللي أعتز بها، وأنا سعيد بهذا اللقاء وإن شاء الله يعني تزورونا بوقت أفضل من هذا الوقت، لأن أنا أيضا بوقت كلش كنت محصور وتدري. نعم. يعني إن شاء الله نلتقي. وإحنا خففنا عنك الحصر الآن. شكرا جزيلا. شكرا لك سعد نشأت. شكرا لك الفنان التشكيلي العراقي نشأت العروسي. شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.